افتتح مجلس حقوق الإنسان أعمال دورته 45 بقصر الأمم المتحدة بجنيف في وقت تشهد فيه الساحة الدولية العديد من التحديات، من بينها كوفيد-19 وديناميكية الأحداث في الشرق الأوسط وتصاعد حالات انتهاكات حقوق الإنسان في كل من ميانمار وفنزويلا وبيلاروسيا ونيكاراغوا. This human rights-based approach supports greater social and economic resilience. It is the foundation of prosperity and political stability. And it protects vulnerable people from the worst impact of crisis. With COVID-19, a fast-moving and global health crisis has collided with many slower and more entrenched political, social, and economic crises around the world. المملكة العربية السعودية التي دائما ما تقود حراكا دبلوماسيا نشطا في أروقة الأمم المتحدة من أجل الدفاع عن القضايا العربية والإسلامية أدانت في كلمتها أمام المجلس الانتهاكات الممنهجة التي ترتكبها حكومة ميانمار ضد مسلمي الروهينجا، كما طالبت بضرورة احترام مبادئ وحقوق الإنسان ضد الأقليات. تؤكد بلادي أن قضية ميانمار إحدى أهم القضايا التي نوليها اهتماما كبيرا ونتابع بقلق بالغ معاناة المسلمين الروهينجيين وغيرهم من الأقليات في أنحاء ميانمار، وندعو المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف أعمال العنف وإعطاء أقلية الروهينجا في ميانمار حقوقها دون تمييز أو تصنيف عرقي. الانتهاكات التي شهدتها اليمن من خلال تجنيد الحوثي للأطفال واستخدام المرافق المدنية كثكنات عسكرية ستكون على قائمة مداولات المجلس، بجانب قضايا دولية أخرى مثل مكافحة الإرهاب وحقوق المرأة وقضايا التمييز العنصري وحقوق الأقليات. تحديات كوفيد-19 وانتهاكات حقوق الإنسان في بيلاروسيا وفنزويلا وأحداث الشرق الأوسط من المنتظر أن تجعل هذه الدورة أكثر حراكا وصداما دبلوماسيا. طه يوسف حسن، قناة الإخبارية، مجلس حقوق الإنسان، جنيف.